الله يرحمك يا عبد الله. السلام عليكم. بقاء لله ست جبرية. أمري لله. فتحي كان قال إن مفتاح الطرب معاك. ما يصح. بقاء لله ست فوزية. مفتاح يا ولدي. ماشي يا فتحي. هم يا فتحي معاي. نادى المنادي وكحرة النبو راح اللي كان ضله مالي علينا بيوم نادى المنادي وكحرة النبو راح اللي كان ضله مالي علينا بيوم ياللي ابتليتي وبلوتك طالع انت ابتليتي على القلب يدي وانا بداوي جروح اتاري في يوم وداعك ودعت قلبي وروحي من غيبتك يا اخويا قلبي عليك داعي غيبتك يا اخويا وسط الرجال داعي يا عود زين وتنسى ميل ومال عالارض عشية كان وسطنا والليلة تحت الارض غيبتك يا شقيقي قلبي عليك داعي اخويا يا شقيقي بين الرجال غالي
قلبي معك. تسلمي. كفاية إنك نسيتيش تكلميني. أنسى. أنسى كيف؟ في حد ينسى روحه؟ تعرف أنا كان نفسي في إيه؟ كان نفسي أخدك في حضني وأقول لك أوعى تزعل، أوعى تتضايق، ده حال الدنيا، ومش بس هو اللي رايح، أنا اللي صعبان علي إن أنا بعيد عنك، أنا اللي صعبان علي إن أنا مت جنبك وكتفي في كتفك وسندك. شكرا. تعرف أنا هاين علي إن أنا أجيلك، ولو إني عارفة متأكدة أنت مش عايز ده. أنا كان جيت ولا همني ودخلت البيت وطلعت فوق على طول عليك وأقول لك تعال احكي اتكلم. أنا كل اللي تعبني إنك تكون زعلان ومتضايق وأنا متجارك. صح يعني؟ أنا قلت إنك نايم من التعب ولا حاجة. هو في حد هيجيله نوم في الظروف دي؟ زعلان إياك. بقول لك إيه؟ مش واجب برضو أبوك الحاج يروح يجيب عمتي وبناتها يباتوا هنا؟ دخلك إيه أنت؟ يباتوا عند أبوك يباتوا هنا؟ هم حرين يباتوا في المطرح اللي هم عايزينه. يعني بيت العيلة بيت الله يرحمه ويحسن إليه ولا يروح؟ كلمة تانية وهسيب لك البيت. وأنا عملت إيه؟ أنا بس بنبهك بدل ما أهل البلد ياكلوا وشك أنت وأبوك. أنت شايفة اللي أنا فيه؟ شايفها؟ قولي كلمة عدلة. اللي فيه ايه؟ يهد جبالي يا نادية. هو انا قلت ايه يعني يا مروان؟ وبعدين بقول لك ايه؟ امك تصرفاتها بجد كتير جوا عليا الصراحة يعني. يعني انا راجعة هنيه بخاطري عشان الظرف اللي انتوا فيه وهي تعمل معايا العمايل دي؟ دي خلتني واقفة ف... استنى هنيه مش بكلمك.